السلام عليكم، كي داير الغزالات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين انتم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير، تكونوا مرتاحين، اموركم جيده. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايره اموركم؟ كي داير الوالدين؟ كي داير الخوت والوليدات؟ كل شيء على خير. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا مرتاحين وما خاصكم حتى شي خير. ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو، ومرحبا بيا معكم. الناس جداد مرحبا بكم، وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم، شكرا لكم على الثقه ديالكم فيا وانضمام ديالكم للقناه. اكيد هلا يخدكم عليا، شكرا لكم بزاف. واللي غادي تلاحظوا ما عمرني ما قلت لكم ديروا جيم اولا بارطاج اولا ديروا جيم ولا خليو كومونتير ولا يعني داكشي كيبقى لكم نتوما. بغيتوا عجبكم لا فيديو ديروا ليا جيم، بغيتوا تعاونوني باش ان شاء الله لاشين تكبر مرحبا، بغيتوا غير تفرجوا تكتفيو بالفرجه مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. مهم الغزاله ديالي، قبل ما نبدا الفيديو بغيت نقول لكم بلي راكم عارفين واحد الفئه اللي متبعه لي الفيديو ديالي كامل، راكم دخلتوا وشفتوا بانني درت واحد القناه جديده. هذيك القناه درتها باش غنبقى ندير فيها غير هكا المشاكل الزوجيه والعلاقات وبزاف ديال المسائل اللي ماشي بحال الروتينات، غنبقى ندير فيها غير فاسكام ونناقشوا فيها مواضيع اللي تبغيو نتوما اننا نناقشوهم. ما خدمتش عليها تقريبا هاد 3 جوغ، ما حطيت شي حاجه، ملهيين بشي حوايج. من بعد ان شاء الله غادي تعرفوا في الفيديو اليوم المور هادي، غادي تعرفوا شنو اللي شغلني على لاشين اخرى وشنو اللي شغلني حتى هاد لاشين هادي. قبل غادي تلقاو هذا لو ليان ديال القناه، غادي اولا الرابط غادي تلقاوه لتحت في صندوق الوصف وغتلقاوه مثبت في اول تعليق. القناه ديالي الاخرى وبالنسبه اللي كيف قلت لكم غنبقاو نديرو فيها لي لايف، غنبقاو نديرو فيها نناقشوا فيها المواضيع اللي كتبغيو كاملين، واي موضوع بغيتو غادي نناقشوا اكيد النساء فقط. وغادي نحط لكم حتى الرابط ديال الانستغرام، الانستغرام كنحط فيه التصاور ديالي، كنحط فيه هكا المهم اللي كندير شي ستوري كنهضر معكم. بزاف ديال الناس ما عندهمش الانستغرام، والناس اللي عندهم الانستغرام انا غنحط لكم الرابط لتحت، تما غادي تدخلوا وغادي تلقاو الرابط ديال، غنحط لكم في صندوق الوصف ومثبت في اول تعليق، غتدخلوا غتلقاوه. قبل كل شيء بغيت نشكر بزاف 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 الناس اللي جاوا عندي من طرف خالتي امل ومن طرف رانيا. صراحه رانيا انا النهار اللي مشيت صورت معهم وصورت مع خالتي امل، كيف قلت لكم يعني مشيت لقيت واحد الاستقبال زوين، لقيت ناس متواضعين، ناس يعني تبارك الله وصل على النبي عليهم، راكم كتعرفوهم، كلاس في العقل وكلاس ماديا ومعنويا وفي التعامل وفي كل شيء، يعني من اي جهه داكشي جاي فيهم، جاي فيهم من جدر كيف ما كنبغيو نقولوا. عجبوني دوك الناس صراحه، تعاملوا معايا مزيان. انا ما طلبتش من مدام امل ولا من رانيا لا الدعم ولا حتى شي حاجه، جوست انا كيعجبوني وكنتابعهم من شحال هادي، وكان ليا الشرف وليهم الفضل انهم داروا معايا داك المقطع داك الدقيقه، وما زعمتش على الحاج، ما زعمتش عليه، فقط خديت معاه التصويره، ولكن ما زعمتش عليه نقول له اجي دير معايا فيديو ولا شي حاجه، يعني اكتفيت بخالتي امل وشكرا ليها وما رداتهاش ليا فوجي. زيد عليها ما طلبتش منهم الدعم نهائيا، فقط درت واحد ستوري في الانستغرام، وملي درتو طاقيت رانيا، ورانيا رجعت طاقتني عندها في ستوري، واكيد الناس ديالها دخلوا عندي، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم، والهلا يخطيكم والهلا يخطيكم. وفي هذاك الفيديو جاوني هكا يا تعاليق، جاوني تعاليق تيقولوا لي انت كتلوطي فيما كتبان لك شي قناه كتبقي تدوري بها المنافقه ما عادش داكشي. بغيت نقول لكم بلي اكيد اكيد غادي يجيو بزاف ديال التعاليق، حيت ملي كيكون شي واحد مشهور بحال النيفو اللي واصله ليه خالتي امل يعني العائله ديال الحاج، كيكونوا ناس معاها وناس ضدهم، ضروري كيكونوا معجبين وتيكونوا ناس ما تيبغيوكش هكاك لا في سبيل الله. يعني انا كنت تنتسنى هذوك التعاليق وكنتسنى كل شيء، غير هو كاينين شي بعض التعاليق يعني انا كنعرف هما اليوم وكنعرف بلي هما كاتبينهم اكسبري، بحال هاد القضيه ديال انتيا كدوري اللي كيبان لك طيح قناه وطالعه كدوري به باش كتبغي انك يطلع، يعني اللي كيقول لك هاد الهضره ماشي اللي يلاه دخل غير بارازار شاف الفيديو، لا اللي كيقولها هو اللي متبعك من الاول، هو اللي غادي تجي هاد الهضره. واش غادي نقول لكم، بالنسبه لي انا ما كنلقاش فيها العيب نهائيا ولا حتى 0.1%. انا من الناس الطموحين، من الناس اللي كنبغي ندير، من الناس اللي كنبغي نعتمد على راسي، من الناس اللي باغا نوصل لشي حوايج، عندي هدف في الحياه، يعني ما عايشاش كناكل ونشرب وتزوجت وكنربي وليداتي وصافي جالسه، لا عندي هدف في الحياه، وكنتمنى كلكم يكون عندكم اهداف وكلكم زعما تقاتلوا باش توصلوا ليها. سورتو حنا يعني الاغلبيه في المغرب من الطبقه متوسطه، والديك ما غاديش يوفروا لك كلشي وما غايديروش لك كلشي، وراجلك كذلك،
يعني الطبقة المتوسطة كتتزوج بالطبقة اللي بحالها، يعني صغار باش كتلقى واحد البنت اللي هي من طبقة عادية والناس دراوش ومتوسطين وكيديها شي واحد اللي هو لاباس عليه. انا بغى نوصل لوليداتي لواحد النيفو، بغى نعاون راجلي، بغى نعاون راسي، بغى الى علاش كاع الى كانوا عندي الفلوس نعاون والدي، نعاون عائلتي، نعاون اي واحد محتاج، علاش لا. الحمد لله هاد الساعه كل واحد مكافي براسو، يعني حتى شي واحد ما عنده الزيد ولا ما عنده الشايط، كل واحد مكتفي براسو. ولكن الا كان زايد عندي علاش لا نعاون صدقه كيف كنقولوا في المقربون او لو في الناس وفي اي واحد. انا دائما كنقولها يا ربي ترزقني ناكل ونوكل، يعني ما كيجينيش فيها عيب نهائيا انني نصور مع شي ناس او لا نتعارف مع ناس اللي لاشين ديالهم طالعه ويعاونوني او لا يبارطاجيوني او لا صور معهم ونكتب الاسم ديالهم باش الفيديو ديالي يطلع، كتجيني ما فيها حتى شي حاجه. العيب والعار هو ان العام اللي جاي يلقاني بلاصتي، هذا هو العيب والعار، يعني العام اللي جا يلقاك بلاصتك ما دايره حتى شي حاجه مقابله غير الناس، هذا هو المشكل وهذا هو العيب وهذا هو اللي حشومه. اما باش الواحد يكون عنده طموح ويخدم عليه ويبغي يوصل ليه كتجيني حاجه طبيعيه ما فيها حتى شي مشكل. حاجه اخرى بالنسبه للناس ديال اليوتيوب، يعني ماشي الناس اللي كيشاهدوا، الناس ديال اليوتيوب راه الاغلبيه كاين واحد الفئه والكبيره فيهم، يعني نقول واحد 80% ديال اليوتيوبرزات اولا ديال اليوتيوبر اللي هما الدراري، الاغلبيه ديالهم عارفين، حنا عارفين الا بغيتي تطلع قناتك في واحد الطرف اللي هو وجيز ديال عام اولا ديال عام ونص اولا ديال 6 شهور ولا ديال 3 شهر كاع، عندك واحد الحلول. اولها الدعم، والدعم ملي كيكون الدعم يعني خاصك واحد الدعم اللي هو صحيح، وحنا كنعرفوا هاد الساعه هذه يعني الدعم ولا بالفلوس، ما كانش بفلوس بطريقه مباشره، كيكون بطريقه غير مباشره، يعني كيكون كتكون كتادي واحد الواجب ولكن بطريقه غير مباشره، كتاكي بلي كادو بعراضات كتخرج معك وتخلص، مهم شي حاجه بحال هكذا. ضروري كيكون الدعم بطريقه كيف قلت لكم غير مباشره، وكاين اللي كيطلبها الكنيشه تيقول لك قدا وقدا، وكنظن انا ما كتجينيش عيب وما كتجينيش عادي، يعني الواحد خدم على قناته ووصلها، وسيرتو انه دير داك القناه هي باب الرزق ديالو، سي نورمال يطلب لك واحد المقابل باش يعاونك. كتجيني انا هذه ما فيهاش حتى شي مشكل وما فيهاش حتى شي اشكال. واش غادي نقول لكم، وكاينه حاجه اخرى، يعني الا بغيتي تطلع قناتك وتطلعها بواحد بالزربه خاصك شوها، خاصك تقول شي حوايج اولا دير شي حوايج اللي الناس يهزوك ويبارطاجيوك في لي جروب ديال الفيسبوك ولا ديال الانستغرام، ولا راكم عارفين ولا يهزوكم يحطوكم في لي باج ديال الروتينات وهذا. يعني في هذه الحاله هذه القناه ديالك كطلع بالزربه، ما تيكونش عندك مشكل نهائيا، اولا تخرج تعاطى هكا مع عائلتك، مع عائلة راجلك، مع راجلك هو نفسه، مع صاحبتك، تبقى هي تعاطى وانت تردي معها، يعني بهذه الطرق هذه كتوصل قناتك. كيف قلت لكم ماشي كل شيء، انا ما كنعممش واحد الفئه في اليوتيوب اللي هي عارفه راسها والناس عارفينهم وكل شيء، عارفين بعضياتنا، والناس تحت المشاهدين ماشي غير الناس اللي في المجال ديال اليوتيوب، حتى المشاهدين ولاو عارفين. يعني واحد كيكون عنده محتوى اللي هو عادي وما كيبارطاجيش معاك شي حوايج اللي حنا طبعنا، حنا برقاقه يعني مني وجبد، حنا المغاربه بالطبع ديالنا برقاقه، كنبغيو نعرفوا التفاصيل ديال الحياه الشخصيه ديال الواحد، ملي كنشوفوا شي حاجه طرات له ولا شي مشكل كنوليو كاملين كنتابعوه، بالعكس ملي كتكون غير روتينات اولا فلوغات اولا شي حاجه شي قناه اللي فيها داك الشيء عادي كتجينا ممله، يعني مني انا وجبد. صافي هذا هو التوضيح اللي بغيت نقول لكم. قليل 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 كيف قلت لكم 21% اللي هي طلعتها على دراعها بصح، يعني بكتافها كيف ما كنقولوا طلعتها نقيه، قليل غلقه واحد كيف خليت 20%، واخا هي راه النسبه قلتها كبيره، ولكن 20% اللي بقات هي اللي طلعت قناتها بدراعها وبمحتوى نقي. اما الاغلبيه راكم عارفين كيفاش كنطلعوها. بوغ لانستون انا ما نقدرش ندير داكشي، بوغ لانستون يعني راسي ما يدور كديا بوغ لانستون انا ما نقدرش ندير داكشي، تحسبا بزاف ديال الحوايج لراسي لراجلي لولادي لوالديا لعائلتي لصحابي لصحاب والديا لصحاب خواتاتي، بزاف ديال الحوايج ما نقدرش ندير داكشي. شي حوايج كيبقاو عندي انتيم، اكيد انا ما نقولكمش انا عايشه لافي اون غوز، اكيد عندي مشاكل مع راجلي كنوصلوا مع عاتفين راه الدخان تيبقى يخرج من الشراجم، ولكن كتجيني شي حاجه اللي هي انتيم يعني ما غاديش نقدر نبارطاجيها، وما عمرني كنقول شي نهار غادي نقدر نبارطاجيها. حاجه اخرى كاينين شي ناس كيدخلوا لك في مع الجدر، يعني حاجه طبيعيه انا عارفه بانني بما انني دزت المجال ديال اليوتيوب وكنبارطاجي معكم حياتي، سولوني على داكشي اللي بارطاجيته لا اقل ولا اكثر،
يعني بما انني عطيتكم الحق انكم تسولوا، غتسولوا على داكشي اللي شفتو، ما تبقاوش تقراو ما بين السطور، تقراوش ما بين السطور. مثلا ملي درت البيرمانون، وصراحه هذا البيرمانون زوين بزاف بزاف بزاف، هو باقي كيف ما كان. ملي كناكل كيد الاخر اللي غير شويه كنحيدو بالديسولفون مزيان، مازال ما طلعش، ما تقشر، ما حتى شي حاجه، ما لقيتش فيه مشكل نهائيا. عجبني وريحني بزاف، حيت عجبني عجبني. دابا تقريبا 3 ايام وانا دايره، عجبني بزاف. ما كنبقاش دابا ساعه، انا كتعجبني الصباغه تبقى هكا بريون، تبقى كاينه كامله، الا مشات غير تخشات غير شويه الاخر كتقمطني، خصني نحيدها. كيقولوا لي بشرى هذا الشيء عندك زوين، ولكن كيفاش غادي ديري مع كيفاش كديري مع الصلاه، كيفاش كديروا تصليوا بالمكياج، كيفاش كديروا هذا، كيدخل لك في شي حوايج. انا ما درتش فيديو، انا كنصلي ودايره المكياج ودايره الصباغه وجالسه كنصلي ودايره هكا الصباغه في يديا، وانا خدامه كنصلي وكنسبح بمكياجي بكل شيء ليا. ما عمري ما درت معكم هذا الفيديو. نهار ندير فيديو انا كنصلي ودايره الصباغه ودايره المكياج، هذيك الساعه قولي لي علاش كتصلي بالصباغه، ولا علاش ما حيتي الصباغه وانت كتصلي. انا جيت نبارطاجي، جيت كنبارطاجي، بارطاجيت واحد الفكره، واحد الصالون عجبني، واحد الناس كيعجبوني، كنت كنتمنى انني نصور معاهم. خرجت مع الطلاء، انا ملي كنت في تازا كنت باغيه نمشي عندهم وباغيه نصور معاهم، ولكن ما جاتش الوقت وما كانش عندي الوقت وما كانتش عندي الفرصه، هذاك الشيء علاش. ولكن ملي جابتها الوقت ما ترددتش ومشيت في البلاصه. يعني بارطاجيت معكم واحد الحاجه، درت البيرمانون في واحد الصالون وعجبني وشكرته. يعني عادي تقدروا تسولوني على البخي حيتاش ما قلتوش، تقدروا تقولوا لي واش بقى لك ولا شحال من مده، ولا اما باش تقولي لي واش ما كتصليش ولا كديري المكياج ولا كيفاش كديري. وانا جيت بارطاجيت معك واحد 8 دقائق من النهار ديالي اولا 10 دقائق من النهار ديالي. كنظن كيجيوني شي اسئله بانال ما خاصهمش يطرحوا نهائيا. كيف قلت لكم نهار نكون ندير فيديو، ندير معكم فيديو انا كنصلي ودايره الصباغه ودايره المكياج، ديك الساعه قولوا لي كيفاش كديري ليها. اما حياتي الاخرى انت ما عارفه شنو كاين، ما عارفانيش واش كنحيدها ولا انا في هذه الفتره ما كنصليش ولا ولا ولا، كاين بزاف ديال الاسباب. يعني ما تبقاوش تحكموا، تدخلوا تبقاو تجمعوا واحد 8 ولا 10 وانتم خدامين خايدين، كتجيني هذاك قله الشغل وقله ما يدار. يعني كون كان عندي ما يدار ما سوقيش فيك انت اختي. صلي بصباغه، صلي بضفار، ما تصليش كاع، صلي بيدك مسخين شغلك هذاك. انا ما غنحاسبكش، ما غنقول لك لا حيديها ولا خليها، كاملين بيناتها. اللي ما داير شويه داير بزاف، اللي ما داير شويه داير بزاف. ومنك المولاك، انا ما غاديش نقول لك حيديها عاد صلي ولا ديريها وصلي ولا، وما نقول لك شكلا صلي ولا ما تصليش اصلا، حيت داكشي ما كيعنينيش وبعيد عليا. نهضر من باب داري لعندي، باب داري ليه، ما عندي علاقه حتى شي واحد. هادشي اللي بغيت نقول لكم، هادشي اللي بغيت نوضح لكم في هذا الفيديو هذا. نتمنى الميساج يكون وصل، نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. كان ضروري خاصني نخرج ندير هذا التوضيح. انا ما مشيتش عند الحاج باش نطلع قناه ولا باش ولا باش، انا تلاقيت معهم صورت معهم واحد الفيديو، ولدرجه ما طلبتش منهم الدعم نهائيا. وعاد خالتي امل راها من اطيب خلق الله، من اطيب خلق الله، مرة ظريفه. يعني كون قلتها لها كانت ما ترداش لي في وجهي، وقلت وعرضتني قالت لي مرحبا بك في الافتتاح ديال رانيا وهذا، وغنعلمك ملي غادي يكون الافتتاح. خدات مرتي وكل شيء، ولكن ما طلبتش منها الدعم وما غاديش نطلبه منها، حيت انا دوك الناس كيعجبوني بغيت نصور معاها حيت هما كيعجبوني. هذا ما كان، تهلاو ليا في راسكم وصبحوا على خير، حتى الفيديو جديد ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، الله يخليكم، سلامه.